واليوم نظمنا واحد الحملة طبية لاستكشاف سرطان عنق الرحم. هي واحد الحملة اللي نظمناها هنايا في سانتر سانتي الرشاد بإقليم مديونة، وخلال هاد القفلة الطبية إن شاء الله غتستافد أكثر من 300 مرة إن شاء الله من فحوصات طبية زعما كاملة من طرف الأطباء المختصين في أمراض النساء والولادة، وغيتم حتى غيداروا لهم حتى دي فخوتي سيرفيكو فاجينو اللي معروفه بتحليلات فم الوالده، حتى هاد التحليله ديال فم الوالده هي اللي كتقدر كيقدروا يشخصوا بها عدد كبير ديال الحالات ديال سرطان عنق الرحم. حنا الدور ديالنا من هاد مد الحاله مالات بحال هكا هو اولا نحسوا الساكنه باهميه ديال زعما التشخيص المبكر ديال سرطان ديال عنق الرحم خاصه، وحتى زعما السرطان ديال الثدي اللي هو اللي كيحتل المرتبه الاولى في الاكثر السرطانات اللي كاينه في عندنا في المغرب. وثاني حاجه كيستافدوا من بعد ما كيستافدوا النساء من هذه الحملات التحسيسيه كيدوزوا يديروا هذوك الفحوصات الطبيه زائد لي فخوتي سيرفيكو فاجينو اللي حنا اللي غنتكلفوا بهم زعما فابور. حنا كنا درنا قناه دي كولابوراتور. الحمد لله جاو علمونا البارح قالوا لينا طلعوا للسبيطار الحمله فيه على ارحان وعلى البزوله وعلى ذاتنا كامل. الله يخلف عليهم الله يدير بحسابهم. انا عبدي ذاك عبدي المعدة وليدي والمسران وديك والوالده كدرني بعد النوبات. النشاط ديال اليوم اللي هو قافله طبيه متخصصه في طب النساء طب النساء جات في اطار الشهر الوطني التحسيسي للاستكشاف المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم اللي هما سرطانات اللي تم الاستكشاف المبكر ديالهم ممكن يتم العلاج منهم نهائيا. وهذا القافله هذا النشاط ديال اليوم اللي هو داخل في اطار الانشطه المبرمجه في خلال هذا الشهر اللي امتد من 25 اكتوبر الى 25 نوفمبر نظمته منذ بيت وزاره الصحه بشراكه مع جمعيه طلبه كليتي الطب والصيدله بالدار البيضاء بريفي اي بوبليك بشراكه كذلك مع مجالس جماعات اقليم مديونه المجلس الاقليمي تحت اشراف السيد العام اللي سهل لنا الولوج لهذا الولوج زعما باش دوز هاد لاكسيون عندنا في هذا المركز القروي الرشاد اللي متواجد بجماعه القرويه مجاطيه ولاد الطالب. والفئه المستهدفه هما يا درنا ازيد من 300 مره من الاقليم كامل اللي وفرت لهم الجماعات ديالهم المجلس الاقليمي وسائل النقل اللي جابتهم من الجماعات ديالهم الى هذا المركز القروي باش كتسهل الولوج ديالهم. واليوم كيتم تكميل الفحص الاولي اللي تم في المراكز الصحيه يعني ليكزاما جينيكولوجيك سبيسياليزي اللي كاين اليوم كيكمل الفحص الاول اللي تم في المراكز الصحيه مع فحص بالصدى لا كولبوسكوبي واخذ عينات يعني ليكزاما اناتوموباثولوجيك اللي من هنا كذلك كنتقدم الشكر الجزيل لمصلحتي طب النساء والتوليد ومصلحه لاناباط بالمركز الشفائي بن رشد ومصلحه طب النساء بالشيخ خليفه. وكذلك اليوم كانوا معنا دي لابوغاتوار دانابات بريفي تا هما جاو ساهموا معنا غراتويتمون ومع اطباء ديال القطاع الخاص اللي كذلك تا هما ساهموا معنا في هذا اليوم اللي هو يوم واستغلت الفرصه بمناسبه اليوم العالمي لداء السكري ودرنا انستون لاي امراه جات كيتخذ لها تحليلات ديال السكر عندها تحليله طالعه كديرها الخزان وكاينه طبيبه وانستاف مختص في التغذيه وامراض الغدد اللي كدير لهم حصه توعويه وكتكون هذا الشيء ما هو الى تقريب الخدمات لواحد المواطن اللي هو كيعيش الفقر والهشاشه وقربنا له الخدمه لا بريستاسيون حتى لعندو ونتمنوا ربي يوفقنا جميعا. في خلال هذا الشهر يعني المراه من الاستكشاف حتى العلاج كله كيتم غراتويتمون في اطار هذا الشهر وهذا برنامج هو هذا البرنامج ديال استكشاف سرطاني السرطانات اون جينيرال والعنق الرحم والثدي هو برنامج هو داخل في المخطط الاستراتيجي لوزاره الصحه الصحه والحمايه الاجتماعيه يعني خلال سنه هادشي كيكون في مراكز الصحيه
وعلاش هذا اليوم باش كنزيد عاود نحفزوا ونفكروا الناس انهم يمشيوا كتحفيز وكتذكير وك تتبع لهاد الامراض اللي ممكن تعالج. هنا كيتواجدوا معنا نساء ازيد من 200 اللي غادي يستافدوا من الفحص الطبي الكامل ومن عده عمليات كاليزيكوغرافي لي فروتي سيرفيكو فاجينو وكذلك عمليه التوعيه والتحسيس بالمخاطر ديال هذا السرطان، سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي اللي منتشرين بزاف في المغرب، والتوعيه ديالهم قليله بزاف، النسبه قليله بزاف. يعني اليوم غادي نقوموا بالتوعيه ديال هاد النساء كيفاش يديروا هما الفحص الثدي ديالهم مثلا، كيفاش خصهم يمشيو يكونسلتيو ان ميدسان.